وعبربي كل ما تجيب حذايا رخص التاكسي ورخص التاكسي جماعي والتاكسي بتاعته كل شيء مع بعضها فرد نهار ثم حاجه جديده ولا هما يعرفوا الرخص هذاك اخر حاجه جاتنا اللي فيش دو موفمون تاع وزاره الداخليه تاد ملفها كاي بنسبه 90% 95% حاضر هاي حتى هل 5% وقتاش يكملوا ما نحبش نقول تو ما وخلي بشويه خاطر قريب تجيب حذايا ولا ناخذك بالتليفون كيما تحب انت وعدني الاعلام الرسمي تو يجي هنا اي الاعلام الرسمي يجي لهنا واضح باه هكا هو ناكدوا لك سي زهير قدره ربي قبل رمضان اكثرش من هيك قبل رمضان خارق للعاده حول الله يرمضن بكرههم وبرخص هو جاي رمضان تو ان شاء الله تتحرك الدنيا شويه وكذا الانتساب الفوضوي وهالمشاكل اليوم كبيرة عاد ما وصلتكش اليوم في بالي هذاك علاش سالتك انا اليوم باب الجبلي شفته وكلها انا الحمد لله يا ربي وقاع واحد ان شاء الله يشوفوا لهم في بقايق اخرى وين ينتصبوا لان زاد ما نحبوش نقطعوا ارزاق الناس لكن في نفس الوقت لازمنا نحافظوا معنا على النظام داخل الدوله واحترام القانون واجب ونحيي السلطات الامنيه والبلديه والسلطات المحليه اليوم خدموا خدمه كبيره ما نعرفش وصلتك تاع الباب الجبلي وعملنا احنا لحقيقة حملات على معتمديات ولايه سوسه الكلها الانتصاب الفوضوي وعطات نتيجه ونشوف حتى ليزيكو وردود الافعال يعني نتاع حتى المواطنين يعني فما ان شاء الله فما نتائج باهي. باب الجبلي انا سي نضاف عاد اموره ان شاء الله تمشي للجهات الكل ان شاء الله تمشي تعمل طله سي زهير بعد ان شاء الله باذن الله تنبعثوا حتى فريق التصوير